السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بيكسر بيديك إمكانية إن أنت تعدل على صور، بتقول له أوبن إيمج، تفتح أي صورة عندك على الجهاز أو تفتح أي صورة من دول تعدل عليها. تقدر تعدل الإضاءات، تفتح صورة أو تغمقها، تغير اللون بتاعها، تغير الشبع بتاعها بالشكل دوت. البريتنس يعني لو اتصورت صورة بالكاميرا تقدر تفتح الموقع دوت وتعدل فيه زي ما أنت عايز لحد ما توصل للدرجة اللي انت عايزها، تشيل أي حاجات فيها مشاكل. تقدر تعمل تكست ده لو انت حابب، اهو تقدر تقوله add new text وتعدل فيها زي ما انت عايز، تغير اللون. بالشكل دوت تقدر تعمل select عليها وتغير الزاوية بتاعتها، تخليها مايلة شوية، وتقدر تنقلها لو حابب. ممكن تقول له انا عايز اضيف element معين، shape مثلا او border من الاشكال ديت. ممكن تضيف صورة كمان معاها، ممكن تضيف drawing، تبدأ ترسم اي حاجة انت عايزها، تعمل undo. ممكن تضيف ليارات زي ما انت عايز، او layer معينة تلغيها مثلا. أول تقدر تضيف أي لير. هو في إمكانيات ممتازة وبسيطة، ممكن في أي لحظة تقارن بين الصورة اللي أنت صورتها والصورة اللي أنت عدلت عليها.